علي علاقة وأسرة كوخة. حلقة زينة مع أسماء إبراهيم تصدرت لترند. حاجة تحترم منها وشكرا. نادية جنتي أنا بحبها، ما بحبش التصنيف. إيه نمبر 1 نمبر 2 يعني. زينة كان لها شروط خاصة ورفضت الحديث عن بعض الشخصيات. علي علاقة وأسرة كوخة. أسماء تقبل التنازل عن بعض الأسئلة احتراما لضيوفها. في أسئلة بوافق فيها لأن فعلا أنا مش عايزة أسبب للقدامي مشاكل قوي، يعني أنت إحنا بنعمل برنامج مع بعض بس مش معنى كده أنا ممكن أضرك أو أضايقك. اعتذار ريهام سعيد كان تصرفا يحترم وله أثر جيد على أسماء إبراهيم. حاجة تحترم منها وشكرا. نجاح أسماء إبراهيم جعلها تنافس بقوة على نمبر 1 في الميديا، لكن لديها رأي آخر. أقول لك حاجة؟ ما بحبش التصنيف. إيه نمبر 1 نمبر 2 يعني الجمهور اللي يقول، مش أنا اللي أقول. أكيد في ناس بتنافس وأكيد ناس هتطلع جديدة تنافس وأكيد إحنا في مجال مفتوح، يعني إحنا كل جيل بيسلم الجيل اللي بعده فأكيد. نادية الجندي من العلامات المميزة في الفن المصري، وأسماء إبراهيم روت لكاميرا ليالينا تفاصيل إهانتها. مش حصل. أقول لك نادية الجندي أنا بحبها وهي يا جماعة أيقونة، أيقونة عندنا جدا. بتضايق لما حد يهين أي حد من أيقوناتنا اللي أنا فعلا بحبها. الست دي ست محترمة جدا وذوق قوي وبتتكلمش عن حد بحاجة وحشة. إيه اللي حصل؟ حصلش حاجة بس مجرد إهانة ليها بسيطة طبعا، يعني حلقة وراحت لحالها مش هتكلم عن الضيفة أصلا. أسماء إبراهيم تحب جمهورها وأكدت أنهم السبب في نجاحها وقدمت لهم رسالة عبر كاميرا ليالينا. قولهم بحبكم، ادعوا لي كتير، أنا الحمد لله دلوقتي في مرحلة في حياتي أحسن، وأي نجاح أنا وصلت له طبعا بسبب دعمكم ليا وحبكم ليا. أنا بشوف يا جماعة كمية حب والله العظيم، ساعات بعيط، كمية رسائل بتجيلي، ناس لما بتقابلني في الشارع، فبكون مبسوطة لأن أنا بحس أن أنا واحدة منكم وأنتوا أهلي برضو.